انا درست كويس جدا وقفت عند النقطه دي، اشتغلت مش عارفه كام شهر ما كملتش 4 شهور، دي كانت شهور اطول مده في حياتي، وكانت تروح متاخر ساعتين عن ميعاد شغلها. بس كنت بمشي متاخر، بمشي متاخره ساعتين. الله، بس تروحي متاخر، مش بمشي متاخر، دي حاجه غريبه جدا. لا ما قدروش طبعا وكانوا يعني كان يعني كانت العلاقه لطيفه وصحاب، بس هم يعني ما ينفعش، وانا موافقه انه ما ينفعش، وانا مش عايزه اشتغل اصلا. دي الشغلانه الوحيده اللي اشتغلتيها وفشلتي فيها، او لسبب ما ما كنتش حابه؟ لا انا تاني يوم في الشغل ده كنت بكتب كده حاجه اسمها انا وهي، كنت بكتب كمان ساعتها شويه لسه يعني، فكنت بتكلم فيها عن ان انا بعمل ايه هنا، انا بعمل ايه هنا، انا قاعده على مكتب بعمل ايه، انا يعني اكيد كل مكان حد بيشتغل فيه هو مكان مهم، بس كل واحد اتخلق للمكان اللي يتحط فيه عشان يبقى مبدع. فانا كنت بروح بترفض. بس انت كنت وقتها محتاجه الفلوس صح؟ لا هي الحقيقه مامتي كانت عايزاني اشتغل عشان ما امثلش. شكرا يا مامي. خلاص انا يعني مروحه لها. احنا ابتدينا الحلقه بكلام جميل قوي، ان مامتك قد ايه عززت الثقه فيكي، وزمانها بتتفرج علينا بتقول الله كلام انا جميل. مروحه هبات في الشارع. مامتك ما كانتش عايزاكي تمثلي، فكانت بتعمل كل حاجه، تقطع عنك المصروف تروحي تشتغلي، ودتك شركه تشتغلي فيها، وانت قعدتي تتفلسفي وتقولي انا ايه، انا وهي انا بعمل ايه والمجتمع هنا. والعالم كل حاجه. وعايزه اقول لك حاجه، اليوم ده انا سبت الشركه ورحت، كان في كاستنج. عملتي تجربه اداء؟ امتى اول تجربه معاكي مع تجارب الاداء وكانت اي عمل فني؟ كان مع استاذ هاني خليفه فيلم اوقات فراغ، ودي كانت اول مره في حياتي اقف قدام كاميرا، وكان في بنت صاحبتنا اسمها نجلاء قالت ان هم عايزين يعملوا فيلم اسمه اوقات فراغ، وان هم بيدوروا على بنات صغيره. رحت وقابلته ساعتها، وفاكره ان هو قاعد يقول لي كلام كتير جدا، طب اعملي كذا، طب، وانا كنت متوتره شويه لان انا اول مره في حياتي اعمل ده، بس كنت متحمسه جدا، حاسه ان انا ده خلاص بقى بدايه حلمي وطريقي. عملت الكاستنج وبعدين خلصت. كلمني بعدها بست شهور قال لي ان هو كان عايزني في الدور الرئيسي في الفيلم، بس هو ما عملش الفيلم، عمل بعدها استاذ محمد مصطفى. اوكي، ده ايه فبسط الحظ ده؟ مش مهم، بس عارفه بقى من ساعتها بقى كان اي حاجه في الدنيا بتحصل هو اللي ساعدني ادخل المعهد، وهو اللي ساعدني اكمل في المعهد، وهو اللي اتكلم مع مامتي عشان امثل، يعني هو ليه فضل كبير عليا في الموضوع ده. فدي كانت اول مره في حياتي اقف قدام كاميرا. طيب لو رحنا دلوقتي لموضوع، قبل ما نروح طبعا على الاعمال اللي انت اشتغلتي فيها، ايه حكايتك مع الغنى؟ زمان وانا صغيره كان في باند كده في النادي، كنا عاملينه حوالي 14 ولد وبنت، كنا بنلعب مزيكا، انا بكتب، فكنت بكتب اغاني ساعتها وبغني، ما كنتش عارفه ان انا بغني، بس في مره كده قاعدين بندن قالوا لي ادن صوتك حلو، فدخلت كورال النادي، وكنت انا وهبه مجدي في كورال النادي، بقول لها يا هبه كل سنه وانتي طيبه. كنا مع بعض في الكورال بتاع النادي، وبدانا نكتب بقى اغاني ونتلحن ونلعب، فانا بدات اصلا اغني ومزيكا والكتابه قبل ما امثل، ده من وانا صغيره جدا. بس متهيألي في كل حته المفروض الممثل يكون بيعرف يأدي كويس، مش لازم صوته يكون حلو، بس بيغني صح، متعلم ان هو يستخدم صوته، بيعرف يرقص كويس، يعني بيعرف يستخدم جسمه هو. وانتي بتتكلمي كده بنفتكر مثلا سعاد حسني قد ايه كانت مبهجه، قد ايه كانت بتأدي الاغاني بشكل حلو، وبرده في الاستعراض جميله. فاللي انتي بتقوليه فعلا في فنانين عندهم الحاله دي. هو يعني المفروض يبقى عند كل ما ينفعش ممثل ما يعرفش يأدي. مش لازم صوته يبقى حلو، مش لازم يبقى بيغني، مش لازم يبقى مطرب، مش لازم يبقى فيه طرب، بس يعرف يأدي من الشخصية اللي هو بيعملها، ويكون صوته بيعبر عن ده وبيقول النوت مظبوط بس.